السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد عليا ولكن مع الاسف الشديد كاين ريح بزاف الاخوان. طنطان المطر السمارة العيون حاليا كتوجدوا في الصحراء المغربيه. اللهم بارك، ما تخيلوش شحال زوينين تبارك الله. قلميم اكادير 310 اكادير، هانتوما خوتي كما كتشوفوا، والترا على بشكل شوف والترا ما يمكنش، وهذا هو الذكاء الاصطناعي، هذا هو الدور ديالو. اللهم بارك، هذه الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، جينا نضامنوا مع الساكنه ديال السماره اللي وقع اليوم هذا الحدث منذ تقريبا شهر، تقريبا ولا شهرين تقريبا على الحدث اللي وقع في السماره، جينا باش نضامنوا وفي نفس الوقت دائما حبا للصحراء المغربيه والتضامن مع الساكنه ديال السماره، ودائما نرفعوا الرايه المغربيه باش ها هي خوتي غادي ندخلوا هنا تشوفوا الرايه المغربيه. ها هي انتم اخوتي، ها هي الرايه المغربيه دائما كاينه، ها هي الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. بغيت نرفع لكم الرايه المغربيه في هذا الاتجاه ولكن كاين الريح بزاف. الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد. انتم اخوتي، هذه هي الصحراء المغربيه ومدينه طنطان، هذه هي مدينة طنطان. اللهم بارك، شوفوا تبارك الله، شوفوا الجميلات. غادي نحاولوا نبلاصوا في شي بلاصة ونصوروا لكم الجميلات خاص ديال طنطان والصحراء المغربية والمغرب في صحرائه. يلا غادي نمشي لكم للسمارة والعيون من هنا، نتمنى ان شاء الله يكون خير. نشوفوا فين نبلاصيو باش نصوروا لكم جميلات. حيت كيجيو الناس هنا يتصوروا مع الجميلات. هذه طريق قلميم، اللهم بارك. هذه السياره ديال المخزن، غادي نبلاصي حدا السياره ديال المخزن حيت حتى هو بزافنا عزيز عليه المخزن. هكا اللي كيقولوا شي وحده، ترى هذاك راه عرفتو صاحبي، هذاك راه مع المخزن، هذاك عارف واش مع المخزن، ترى مع المخزن هذاك، ترى شوفوا كي كان وكي ولا. شوفوه في 2018 2019، شوفوا كيفاش تكرش، كيفاش رجع، ما بقاش كي فين هما الاضراب ديال الاساتذه، فين هما ذاك الدعم، هذاك الشيء اللي كيقول لنا كيتضامن معنا ما شفناه نهائيا. دابا صافي، دابا مع المخزن هو، دابا مع المخزن هو، ما بقاش كيتضامن معنا مع المخزن. اودي الله يهديكم، راه ما كاين لا حتى شي حاجه، راه غير ممسالين، اما حنا راه دائما التضامن راه كاينه، راه غير ممسالين. ما كاينش نهائيا. اش غادي نقول لكم، انا دائما كنحضر من القوانين، اذا القانون كيتطبق والسلام عليكم. اذا شي حاجه اللي غادي تجبد لي المشكل ولا تجبد لي الصداع، علاش غادي ندوي عليها؟ هذا هو الواقع. اذا هذه هي الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. اذا اللهم بارك. انتم اخوتي غادي نمشيو لكم حدا جميلات، هذه هي الصحراء المغربيه، ما تخيلوش شحال زوينه. اش غادي نقول لكم طنطان، اش غادي نقول لكم، اصعب حاجه، اصعب حاجه هو تكون في واحد العالم اخر، تكون في طنجه وتجي طنطان، كي غتبان لك طنطان تشتش اغرورايا اغرورايا. ترى ما يمكنش، عرفت الشمال كيدير، ترى ما تخيلوش كيدير، زوين بزاف. ايوا كما كتشوفوا، اذا كما كتشوفوا معنا الجميلات اللي كيتصوروا معهم بعد الساكنه اللي كيجيو لطنطن بعد الناس. انتوما اخوتي اللهم بارك، شتي الجمل قداش تبارك الله، والترا ما يمكنش، شوف والترا، شوف تبارك الله، شوف والترا فين وصل ليه بزاف، تبارك الله، شوف بزاف قداش صغير، وريني شفتي بزاف في عمره 5 سنين والترا.
ترى قد البويتيزا. شو تبارك الله والترى شو واو اللهم بارك واو 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 واو. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير هادشي كنتمناو. نتمنى تشجع ديالكم الصحراء المغربية ولا المغرب في صحرائه. اذا هادو هما الجميلات، هادو الجميلات في الصحراء المغربية. جميلات في الصحراء المغربية، وعندنا هذه حتى هي هاهي هذه الناقة. الناقة الناقة شوفوا بزيزلاتها، شوف تبارك الله، شوف والترمي يمكن، شوف 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 هادشي راه غير مصنوع راه باش يكون واضح. شوف فين وصل لها، وصل لها بزاف، شوف اللهم بارك اللهم بارك وزيد. هذه هي الصحراء المغربية والمغرب في صحرائه إلى الأبد، ودائما التضامن ديالنا البلايك فيها طنطان العيون وقلميم. إذا الناقة هي هذه عندكم، هذه البلاصة حتى هي زوينة بزاف. البلايك هذه التراك ديال العيون والسمارة، تراك العيون والسمارة. هنا بغيتي تمشي للعيون والسمارة من هنا، إذا التراك جديدة كنا كنمشيو في اتجاه اتجاه فاش كاينه الطريق ديال العيون. ودابا الطريق الكبيره رائعه جدا، طريق ممتع. ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وحنا كنتوجهوا في طنطان في الصحراء المغربيه. اودي واخا واخا قال لك خصني مانوكل، واخا راني جاي راني جاي انت ما راني جاي دابا نخطركم دورو درجه. انا دابا خصوصا دابا تجي شي وحده حسب وليت صغير ضروري نحطيها. واش غدير؟ بعض الناس كيقول لك لا راه غير كيديروا هكاك، واش غدير؟ هادشي اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو. نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودائما التضامن ديالنا مع الساكنه ديال السمارة، ودائما الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد. ونتمنى ان شاء الله الساكنه ديال طنطان ديروا لينا ابوني، اشتركوا، وصحراء مغربيه والمغرب في صحرائه. اللهم بارك وعيش الملك. طنطان المغرب الصحراء المغربيه، تحياتي.